مي. عندي كلمات ميم برونونسياسيون نفس النطق ولكنها مختلفة في المعنى تماما. اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية مع هيمة. يا ريت تشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. بسم الله. عندي كلمة مي ديت ملكية للجمع مع الجو، يعني شيء يخصني انا. مي ليفر الكتب بتاعتي، تمام. مي زافير اشيائي. هنا مي فيرب ميتر يضع او يلبس، مصرف مع الاي، هنوضح ده بالاكزامبل. هنا كلمه مي ولكن زي كلمه بات بالانجلي بالانجليزي. طيب نشوف استعمالاتهم، ناخد اكزامبل. اما اقول هنا اول واحده مي زافير مي ليفر، يعني الكتب بتاعتي. سون سور لا طابل على الترابيزه، او دون لو كارتابل في الحقيبه او في الشنطه. ديت كلمه مي. طب كلمه مي هنا فيرب متر يضع، هنقول ممكن نقول إل مي هو يضع سي ليفر أو سي كايي، هو بيضع سي كايي الكراسات بتاعته دون لو كار طابل في الحقيبة. طيب مي ولكن نقول هنا إي في شو، يعني الجو حر. إل في شو مي هنا، يبقى الجملة الفراز الأولى بتنتقد مع الفراز الثانية. إل في شو الجو حر مي جوني في با على بلاج، بس انا مش هروح البلاج. نشوف كلمات تانية من برونسياسيون. كلمة تي برضو الملكية بوزيسيون، ملكية حرف الكاف، وتي الشاي. لا ميم برونسياسيون، نفس النطق ولكن مختلفين. كلمة تي هنا جو دو تي، انا بشرب شاي. هنا تي تي ليفر الكتب بتاعتك الملكية للجمع. لما قلت توم تا تي ملكية الجامعة. نشوف كلمات تانية من برونسياسيون نفس النطق. كلمة سير يعني بريبوزيسيو حرف الجر بمعنى فوق. وعندي كلمة بيان سير يعني متأكد. بيان سير متأكد. ممكن كلمة جو سوي سير يعني انا متاكد. يبقى ميم برونسياسيون نفس المعنى ولكن نفس برونسياسيون نطق ولكن مختلفين في المعنى. اما اقول هنا اوي لا روب، اين الفستان؟ اين الفستان؟ هقول هنا اي لا سير لا طابل، يعني فوق الترابيزة. يبقى عندي كلمة سير ده حرف جر يعني فوق. عندي بيان سير جو سوي سير يعني أنا متأكد
نفس البرونسياسيون. هنا ديت علامة السيركونفليكس، الأكسون سيركونفليكس اللي هي علامة الثمانية. لما أخد إكزامبل، وي لا روب، وي لا روب، أين يكون الفستان؟ إي لا سور لا طابل، إنه هناك فوق الترابيزة. عندي كلمة لا ولا، لا يعني هناك، بشير على مكان، وي لا روب إي لا، إي لا نفس البرونسياسيون فوق الترابيزة. أما هنا لا بدون الأكسون، شفت الأكسون بتغير المعنى تماما. دي أداة المعرفة بستعملها للإيه؟ للمؤنث. أختيكل ديفيني لا طابل، لا طابل يعني الترابيزة، لا غوب يعني الفستان. استعملت معاه الأرتيكل ديفيني أدوات المعرفة اللا عشان هو فيمينا مؤنث، تمام؟ طب هنا الفراز دي مهمة بتعرفني ان الأكسون غيرت لي السنس المعنى تماما. لا بشير لمكان، لا أداة معرفة. طيب نشوف كلمات نفس البرونسياسيون. كلمة سان بدون، كلمة سان رقم 100 مية، كلمة سان الدم. لا ميم برونسياسيون. عندي كلمة سان سانس معنى. عندي هنا الآ، احنا اتفقنا في فيديو النطق، هسيبه لكم في اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ان الآ بلس الآن، الآ بلس الآن بيديني الصون نازال، نازال صون 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 صون. ميم برونسياسيون نفس النطق ولكن في اختلاف في الصنس في المعنى. لما اقول هنا اخد اكزامبل، جو بوا لوتي، انا بشرب الشاي بصفه عامه سان سكر، بدون سكر، سكر سان سكر، تمام. طيب انا عندي هنا كلمه سا برضو، سان سان بون، سان سان بون، سان سان بون يعني رائحته جميلة، رائحته جميلة. استعمله مع الأكل، سان سان بون، سان سان بون، تمام. دي كلمات لا ميم برونسياسيون نفس النطق. لو عجبنا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أوغوفوار.